نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السيناري برنامج ورش الإجازة الصيفية للأطفال والنشأ، وذلك في إطار حرصها على تنمية قدرات القراءة وتعليم كيفية الكتابة من أجل كسب المزيد من المهارات. ورش متنوعة وأنشطة تفاعلية للأطفال نظمتها مكتبة الأسكندرية من خلال بيت السناري، على رأسها ورشة عمل لتعليم القراءة السريعة لتنمية مهارات الأطفال والارتقاء بأفكارهم. احنا في عصر السرعة والأولاد عايزين مع الحاجة سريعة، هم متعودوا ان هم ياخدوا الحاجة بشكل سريع من الانترنت والسوشيال ميديا والكلام ده كله، واحنا لازم نواكب العصر، احنا لازم ان احنا نبقى على كمان مهاراتنا العقلية بما يتناسب مع العصر. احنا اوريدي المهارة دي عندنا كبشر ولكن مش بننميها زي ما اي شخص دلوقتي، احنا بالتدريب يقدر ان هو يجري اميال ولكن بالتدريب، فاحنا عندنا المهارة دي ونحنا نقدر ان احنا نكتسب بيها معلومات اسرع ويقدروا يذاكروا المواد العلمية بتاعتهم بشكل سريع. حبيت القراءة السريعة عشان استفيد منها. واللي عجبني هنا ايه، ما انا محط ايدي كده واركز بشوف كل حاجة من هنا. لقيتها حاجة تحفيزية للقراءة، بعد كده تنفعهم في الدراسة، حبيت أنمي عندهم مهارة القراءة إن يكونوا مواكبين للسرعة اللي موجود فيها العصر. يعني تنمية مهارات القراءة الحرة والقراءة المتنوعة وتثقيف الطفل نفسه بيبني شخصيته وبيبني مهارات معرفية أكتر. ويتضمن البرنامج تدريب الأطفال على كيفية توليد الأفكار الإبداعية والقدرة على كسب مزيد من الحصيلات اللغوية والمفردات والمعاني. عندنا البرنامج الصيفي الخاص بيت السنيري ده بيبقى شقين، في جزء مجموعة فعاليات فنية وحرفية خاص للأطفال، ده بنضمن كلها الحاجات الفنية، رسم، كولاج، إكليريك، كلها حاجات فني. وعندنا جزء تاني خاص بالدعم المجتمعي لدور الأيتام والذوي الهمم. بالنسبة لموضوع القراءة السريعة، احنا تعاوننا مع مؤسسة الراغب بحيث ان احنا نقدم برنامج متكامل للأطفال ان هو يساعد شوية في العملية التعليمية. وتستمر أنشطة بيت السنيري التي تستهدف الأطفال من سن 7 سنوات حتى 15 سنة خلال الأجازة الصيفية لتنمية القدرات الإبداعية والبصرية ومساعدتهم على الاستفادة من مواهبهم، ويديرها مجموعة من المحاضرين والخبراء المتخصصين. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وتنشئة الأطفال على عادة القراءة وحب الكتاب سوف يجعل منهم علماء وأدباء المستقبل، فالقراءة هي الخطوة الأولى للنجاح وهي مفتاح المعرفة. بسمة الشاعر، النيل.